وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سترسل اليوم أو غدا تعديلاتها على القوانين إلى مجلس الدولة. وأوضح الوزير أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرة الإضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات. وأشار إلى أن المذكرة الإضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن توضيحا لأسباب ضم دوائرها وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا. قال الدكتور فاروق الباز رئيس مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، قال في حواره لبرنامج الحوار اليوم الذي سيذاع في 10:00 من مساء اليوم، قال إن مصر تسير في خارطة الطريق بشكل جيد، وإن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية شيء بسيط لا يؤثر في كيان الدولة. حتى لو كان البرلمان اللي جاي من لخبط ومش مبسوطين منه كويس قوي يتغير وغيره، لان ده وارد ان انت بتجرب حاجات جديده وبتعمل كيان لدوله حديثه وبتعمل كيان لدوله لكل الناس. الكيانات اللي بتتعمل بسرعه ممكن انها تبقى ملخبطه شويه، وارد، خليه يعمل يقعد سنه وسنتين وبعدين نغيره البرلمان ده والبتاع الثاني والجهاز الثاني برضه وارد. يعني ما تخليناش نقول ان الحكايه ما مشيتش كويس قوي على طول فمعناها ان ده في حاجه مش كويسه ابدا. التعثر وارد، واصل ما فيش حد بيعمل حاجه كويسه اللي لازم يتعثر في الطريق. مستحيل ان انت تعمل حاجه على طول كل يوم تمام التمام. كما دعا الدكتور فاروق الباز المصريين إلى التعاون من أجل النهوض بالدولة التي شهدت ثورتين للإطاحة بنظامين لم يلبيا طموح الشعب المصري، مناشدا إياهما العمل من أجل بناء الوطن. هو اللي انت بتهده كان ايه؟ هو كيان الدوله. اللي انت مش عاجبك وبتعمل ثوره ضده هو كيان الدوله. يعني الاحترام الدوله، ان في قانون والقانون لازم الناس تسمع له، وان في حمايه للفرد وفي حمايه للعيله وفي حمايه للمؤسسات. يعني جامعه دي مؤسسه فدي لازم نحميها، في وزاره دي مؤسسه نحميها، حتى لو كانت خربانه وعايزين نصلحها، انما المؤسسه في حد ذاتها لازم نحميها. فحمايه المؤسسات هي لما تم حمايه المؤسسات معناها ان احنا بدينا الاتزان اللي بعد الثوره. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى كل من قبرص وإسبانيا يومي 29 و30 من أبريل الجاري. سيعقد السيد الرئيس قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، وذلك في إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في نوفمبر 2014. كان الرئيس السيسي قد التقى رئيس المخابرات الأمريكية وتناولا الكثير من الملفات السياسية بما فيها عاصفة الحزم وازدواج المعايير الدولية والتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي وكافة أوجه التعاون. وقال رئيس المخابرات الأمريكية إن دور مصر الهام في ائتلاف عاصفة الحزم هو أحد الموضوعات التي تتابعها أمريكا بشكل جيد وتهتم بها اهتماما كبيرا. افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المؤتمر الدولي السنوي الرابع للاتصالات ومعرض وزارة 3 أشهر، سواء كان علاجا ثلاثيا باستخدام الانترفيرون والريبافيرين والسوفالدي أو ثنائيا باستخدام السوفالدي والأوليسيون. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. طرفا النزاع في ليبيا يتوافقا على نحو 80% من مسودة الأمم المتحدة المطروحة للنقاش.